حياك الله زميلي عادد. كما تعلم أن كربلاء أصبحت مقصد الزائرين من مختلف الدول العالم، وما تحتاجه كربلاء هي إلى الكهرباء، حيث أن الآن كربلاء تعمل بطاقتها الكاملة سواء من الفنادق والمشاغل والمصانع الثلوج ومصانع الثلج وغيرها. كل هذا أيضا فضلا عن المواكب التي تستخدم الأفران الكهربائية، والأخرى تستخدم يعني المكائن لتصنيع أدوات الشوي، كلها تعتمد على الكهرباء. هذا ما ولد ضغطا على الكهرباء بصورة مباشرة، ناهيك أن جميع المواكب تصرف طاقات كهربائية عالية. ولأجل التسليط على هذا الموضوع معنا المستشار الفني لوزارة الكهرباء السيد عبد الحمزة. سيد عبد الحمزة، كما نعلم أن هناك ضغطا شديدا على الكهرباء، حدثنا كيف استعديتم إلى موقف يعني إلى استعدادات إلى الزيارة الأربعينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجوركم باستشهاد إمام المتقين الحسين عليه السلام، تنفيذا لتوجيهات سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، تم تشكيل اللجنة الأمنية والخدمية بموجب الأمر الديواني 24518 لسنة 2024. وهذه اللجنة انبثقت عنها اللجنة الخدمية والتي تعنى بالخدمات اللي تقدم للزائرين، حيث وجه السيد رئيس الوزراء بتسخير أقصى الإمكانيات الممكنة لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. ومن هذه اللجنة الخدمية كانت برئاسة الأستاذ عبد الرزاق اليعقوبي، وخدمة الكهرباء التي تعتبر من أهم الخدمات في هذه الزيارة تم تسليط الضوء عليها بشكل مباشر بسبب ما ذكرته قبل قليل، الحجم الكبير من الخدمات المطلوبة كالأفران والبرادات وأجهزة التكييف وغير ذلك. عليه أن وزارة الكهرباء وحسب خطتها المعدة مسبقا التزمت بتجهيز محافظة كربلاء بالطاقة الكهربائية، حيث بلغت معدل الطاقة المجهزة إلى محافظة كربلاء 1600 ميجا واط، وبجهود مضنية بعد أن تجاوز الموضوع 1300 ميجا واط في العاشر من محرم. وهذا إن دل على شيء فدل على جهود مضنية في مجال النقل والتوزيع على مستوى الشبكات. أستاذ عبد الحمزة، طبعا 1300 ميجا واط عاشر محرم، لكن هل هذه الكمية من الطاقة تسد حاجة المدينة مع المواكب؟ أعلننا مسبقا أن الاستثناء في محافظة كربلاء يشمل الطوق الأول والطوق الثاني، والمفترض المواطن الكربلائي يعرف شنو الطوق الأول والطوق الثاني والطوق الثالث 4x2 مع برمجة الأطراف. هذه 1600 ميجا واط كانت كافية لهذه البرمجة. أما إذا نتحدث عن تجهيز محافظة كربلاء بالكامل 24 ساعة، فإن سعات النقل لهذه المحافظات لا تسمح باستلام أكثر من 1700 ميجا واط المخطط إليها في الذروة القادمة إن شاء الله يوم الأحد. إذن هل يعني كربلاء من يعني الآن إلى يوم الزيارة سوف تكون مجهزة بالكامل بالكهرباء للطوق؟ نعم، للطوق الأول والطوق الثاني والطوق الثالث 4x2، 4 كهرباء و2 قطع مع برمجة الأطراف. طيب سيد عبد الحمزة، هناك منطقة العباسية الشرقية عانت من قطع الكهرباء وهي داخل المدينة وبالقرب من العتبتين. كان هناك عارض وتم تصليحه اليوم صباحا. على ضوء هذا الكلام أريد أتكلم عن مدى حجم الشبكة في منطقة كربلاء. عندنا في محافظة كربلاء 117 مغذي 33، لا يوجد أي مغذي عاطل هذه اللحظة. وعندنا 494 مغذي 11 كيفي، لا يوجد مغذي عاطل في هذه اللحظة. المشكلة هي في الضغط الواطي على مستوى المحولات والضفائر، تعاني بسبب الاستهلاك العالي المفرط غير المحسوب مسبقا بسبب عدم وجود خارطة واضحة للمواكب الحسينية. يفترض أن هذه المواكب الحسينية تعرف مسبقا ويحدد استهلاكها والأجهزة بقواطع دورة حتى نتجنب هذه العوارض. على هذا الأساس احنا في اليوم أمس عانينا الكثير، والكل يجوز سمع أنه تقريبا 275 عارض فقط في الطوق الأول والطوق الثاني، وعالجنا منها 168 عارض صباح هذا اليوم. وبفضل الله وبسبب
تشخيص هذه المواكب ومعالجتها من ناحية المحولات وبتوجيه مباشر من السيد وزير الكهرباء بمضاعفة الجهود والمهندسين على كافة المحاور، اليوم صبحنا على 89 عارض وما بقى منها فقط 16 عارض. إذن كما لاحظت زميلي عادل، إذن المواكب وعشوائيتها باستخدام التيارات الكهربائية من الضفائر وهي التي لا تتحمل طاقة زائد، كما أشرت أن هناك بعض المواكب تستخدم المكائن الأفران الكهربائية الأفران الكهربائية فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، كلها هذه عوامل تساعد على انقطاع التيار الكهربائي. لكن هنا حسب الوكيل الفني لوزارة الكهرباء يشير أن جميع العوارض قد رفعت وقد تم قليل منها التغلب على معظم المواكب التي أخذت كهرباء عشوائيا، بدأ تنظيمها بشكل جيد. لكن السؤال هنا، هل تم رتب هنا تحتاجون إلى منتسبين أكثر وأعداد أكثر، هل تم يعني مساعدتكم من باقي المحافظات؟ تم إرسال العديد من الفرق من جميع المحافظات من الجنوب ومن الوسط، وحقيقة هذه الفرق تزامنت مع سير الزوار، يعني محافظة البصرة من خلو منها الزوار توجهت فرق الصيانة إلى محافظة كربلاء. هسه في صيانة العباس وصيانة الحسين عليهم السلام موجودة فرق من كافة المحافظات وآليات عند الساعة، واعتمدنا أسلوب المرابطة لهذه الآليات، لأن تعرف أنت الحركة جدا صعبة داخل الشارع عند سير عارض، لذلك ركزنا حقيقة في اليومين الأولين. إذن مفارز مفارز السيطرة الكهربائية لمعالجة لأي خلل متواجدة داخل المدينة والقرب العدد، موزعة بشكل دقيق على مناطق تركيز الأعطال، والتي أسفا اكتشفناها بعد تجهيز الكهرباء، ويفترض هذه البيانات مسبقة، وإن شاء الله في السنين القادمة راح نوضع خطة رصينة لهذا الموضوع. وكلكم سمعتوا أنه اللجنة النيابية المشكلة لمتابعة الزيارة راح توصي أنه هذا موضوع خرائط المواكب الحسينية داخل المحافظة توضع مسبقاً وتعزل مغذياتها بشكل كامل عن السكنية. إذن بالحالة يجب على أصحاب المواكب أخذ الموافقات في الأماكن المحددة لها في سبيل عدم التجاوز على شبكات الكهرباء. نعم إن شاء الله راح تفصل هذه المغذيات الخاصة بالمواكب وتستخدم لأغراض الزيارات المليونية فقط، حتى لا يصير تداخل بعد ما المناطق، وتكون محسوبة إضافة إلى نخلي لها احتياط 10% وتراجع سنويا لضمان. شكرا جزيلا زميلي عادل. يعني الآن اطلعنا على نقاط الضعف التي حصلت في الشبكة الكهربائية. كربلاء مجهزة من 1300 ميجا واط إلى 1600 ميجا واط، لكن ارتباط المواكب بالمولدات الكهربائية أو أسلاك الكهربائية وهي ذات ضفيرة ضعيفة لا تتحمل، هذا ما ولد خللا في المحطات الكهربائية. لكن رجال الكهرباء استطاعوا من معالجات العوارض، والآن كربلاء ربما في بعض الأحياء تعاني، لكن هي بالتحديد عموما الكهرباء موجودة ومبرمجة. نعم ثامر، شكرا لك ولضيفك الكريم ولهذه الإيضاحات التي قدمها السيد الضيف.